لقوات البيشمركة البطلة في تصديها للعصابات الإرهابية المجرمة التي تستهدف الجميع على حد سواء، وعرفانا وتقديرا لتضحياتهم وملاحم قوات البيشمركة التي تسطر أروع صور التضحية والفداء من أجل حرية وكرامة جميع أبناء كركوك دون تمييز. قام طلبة كلية القلم الجامعة بارتداء الزي الرسمي لقوات البيشمركة في احتفالية للتعبير عن دعمهم ومساندتهم لقوات البيشمركة البطلة. ملاحم وبطولات قوات البيشمركة أصبحت مبعث فخر لجميع مكونات كركوك. طلبة كلية القلم الجامعة في كركوك شاركوا أفراح انتصارات قوات البيشمركة بارتدائهم زي البيشمركة مع بداية ساعات الصباح الدراسية، مشيدين ببطولات قوات البيشمركة في الدفاع عن كركوك وآلها على حد سواء. احنا من القومية العربية جانا تضامن مع اخوان البيشمركة، وقفنا وياهم هاي الوقفة وكنا وياهم إن شاء الله وإيد وحدة، وما ننسى دفاعهم وما ننسى وقفاتهم إلنا ولومهم. الصراحة يعني كركوك رايحة كانت زور سباسي هموانا كين براسي يعني عمبوني زور زور كما يشتبه وشتا. كل ما نفعل من أجل البيشمركة قليل بحقهم، لأن قوات البيشمركة استطاعت أن تحافظ علينا جميعا. الله ينصرهم ويحفظهم. بس بيشمركة سيز برشي دوجي لقبو كارشتا. لولا قوات البيشمركة لما كنا هنا نجلس ونتلقى العلم. نحن معهم، فقوات البيشمركة حافظت على عرضنا وأرضنا وجعلت من مدينة كركوك آمنة. طلبة كلية القلم الجامعة في كركوك أكدوا مساندتهم وتجديد دعمهم الكامل لقوات البيشمركة وعدم نسيان مآثرهم البطولية على مر العصور. نحب نساند قواتنا البيشمركة الباسلة ولو في خدمة صغيرة، ولكن يفرحوا قلوبهم، وإن شاء الله دوم أنتم منصورين ورافعين علم كردستان والعراق، وتحمون كركوك وتحمون كل العراق من الدواعش ومن كل أعداء كردستان، كل أعداء العراق. الله ينصركم ويخليكم يا رفع أدراج يا تاج راس البيشمركة. باسمي وباسم كلية القلم الجامعة نهن قوات البيشمركة وبهذا اليوم، وإن شاء الله منصورين على قوات، إن شاء الله منصورين على الأعداء، والله ينصرهم. مثل ما تشوفون كل القوميات هنا مشاركة، الكراد والعرب والتركمان، وإن شاء الله كنا إيد واحدة. ملاحم وبطولات قوات البيشمركة ودفاعها البطولي عن كركوك أصبحت مبعث فخر لجميع مكونات كركوك دون تمييز. يشار خالد، فضائية كركوك.